الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأولاني الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، هخليك تحل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. يلا بينا نشوف إشارتنا النهاردة وإزاي أخليك تحل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. النهاردة معانا بانيل انتجراتيفي ديستانسا، معانا اللافتة الإضافية علامة المسافة أو البعد. لما احنا شايفين قدام مننا بانيل A أو البانيل B، يجي لوحده بالمنظر ده مفيش مشكلة، يجي صوت اون سينيالي سواء كان سينيالي دي بريكولا أو انديكاسيوني أو أوبليك أو ديفيتو ما يهمكش. المهم احنا مشكلتنا كلها مع البانيلي سواء كان الـ A أو الـ B، كل ده واحد نتعامل معاه على نفس الإشارة ونفس الكلام. طيب العلامة ديت أو اللافتة ديت أحلها إزاي؟ أحلها بالكلمتين دول، كلمة ديستانسا وكلمة سوتو أون سينيالي. بس ديستانسا وسوتو أون سينيالي. بس في ملاحظة بسيطة، لما أقول ديستانسا أي سؤال في كلمة ديستانسا يبقى فيرو، ما عدا ما يجي يقول لي ديستانسا دي سكوريتسا. ديستانسا دي سكوريتسا دي امر مختلف خالص، مسافه الامان خلاف المسافه بتاعه الطول اللي احنا عايزينها. ده حاجه وده حاجه. يبقى لما يجي يقول لي ديستانسا يبقى فيرو، قبل معاها ديستانسا دي سكوريتسا كلمه سكوريتسا تبقى فالس، عشان بس يبقى ايه ما حدش يقول لي في سؤال فيه ديستانسا وفالسه، اقول له لان دي ديستانسا دي سكوريتسا مش ديستانسا بس. لما يقول ديستانسا بس من غير كلمة سكوريتسا دي اللي فيرو، اللي جاب لي كلمة سكوريتسا تبقى فالس. ده بالنسبة لكلمة ديستانسا. الكلمة الثانية سوتو اون سينيالي. سوتو اون سينيالي لو جيت لوحدها هقول له فيرو، جيت معاه كلمة برضه ديستانسا هقول له فيرو. الحالة الوحيدة اللي هقول له فالسو لما يجي سوتو اون سينيالي مع كلمة لونجيتس هتبقى فالسو. وضحت كده؟ سوتو اون سينيالي لوحدها فيرو، صوت اون سينيالي مع ديستانسا فيرو، صوت اون سينيالي لو جه معاها لونجيتسا ده الحاله الوحيده اللي هتقول عليها فالسو. ندخل مع بعضنا كده ونطبق الكلام ده عملي في حل الاسئله. نشوف مع بعضنا السؤال الاول بيقول لي ايه. اول سؤال معانا هو طبعا البانيل بتاعي لازم انا احدده اهو 320 متر والطريق فيرجولا اوتو كيلومتر او بي، الاثنين زي بعضهم. محتاج تدور على كلمة إيه؟ صوت أون سينيالي أو كلمة ديستانس. أدي صوت أون سينيالي وكمان جايب لي الديستانس، يجي لوحدهم أو يجي الاثنين مع بعضهم على بركة الله أقول له فيرو. السؤال رقم اتنين، أحدد الإشارة بتاعتي وبعد كده جالي كلمة صوت أون سينيالي لوحدها أقول له برضه فيرو. رقم ثلاثة، أحدد الإشارة بتاعتي، جاب لي صوت أون سينيالي وجاب لي كمان إيه؟ ديستانس، جايب لي الاثنين مع بعضهم خير وبركة فيرو. رقم أربعة، حددت الإشارة بتاعتي اللي هي ديستانس المسافة. هنا صوت اون سينيالي موجودة وفي كلمة ديستانس موجودة، يبقى برضو أقول له إيه؟ أقول له فيرو. طيب رقم خمسة، مفيش كلمة صوت اون سينيالي ولا في ديستانس، نعمل إيه؟ نتصرف إزاي؟ ما تخافش يقول له فالسو. طب رقم ستة، جاب لي هنا صوت اون سينيالي، بس خد بالك صوت اون سينيالي مع لونجيتسا تبقى فالسو، لأن العلامة ديت مش علامة الطول، ده علامة المسافة، يبقى فالسو. يبقى صوت اون سينيالي الحالة الوحيدة لو جت معاه لونجيتسا تبقى فالسو. طب رقم سبعة، ما فيش صوت اون سينيالي ولا في كلمة ديستانسا أقول له فالسو. طب رقم تمانية، في كلمة إيه؟ ديستانسا، ولكن خد بالك جاي لك معاه إيه؟ ديستانسا دي سكوريتسا تبقى فالسو. ديستانسا دي سكوريتسا ده أمر تاني خالص نهائي، لكن ديستانسا الوحيدة تقول عليها فيرو، جت معاه كلمة سكوريتسا تبقى فالسو. تسعة، أدور على كلمة ديستانسا أو كلمة صوت أون سينيالي مش موجودة تبقى
فالسو. كده احنا حلينا كام سؤال؟ حلينا 9 أسئلة، اللي هم كل الأسئلة اللي ممكن تجي لك على البانيل الانتجراتيف ديستانسا، حلناهم بكام كلمة؟ حلناهم بكلمتين اتنين وبس، ديستانسا صوتو اون سينيالي. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.